نشرت الفنانة المصرية هيدي كرم عبر حسابها الشخصي على موقع انستغرام مقطع فيديو تهاجم فيه مهرجان الغنى بسبب غياب عدد من النجوم عن حضور فعاليات المهرجان وحفلي الافتتاح والختام مثل الفنان المصري ياسر جلال. تحدثت الفنانة هيدي كرم في بداية الفيديو عن احترامها للقائمين على المهرجان وفخرها وسعادتها بوجود هذا المهرجان في مصر، ولكنها تساءلت حول غياب عدد من النجوم الكبار عن حضور المهرجان على الرغم من وجود فنانين خاصة شابات وسيدات على السجادة الحمراء للمهرجان ولا يملكون التاريخ الفني سواء في العمل الدرامي أو السينمائي، ومنهم من لا يمتلك في رصيده الفني سوى عمل واحد. الحقيقة أنا فخورة جدا بمهرجان الجونة، وفخورة جدا إن إحنا عندنا مهرجان محترم ومهرجان جميل ومهرجان مشرف ومنظم وفي كل عوامل النجاح زي مهرجان الجونة. الحقيقة بستمتع جدا بيه وببقى سعيدة جدا وعايزة كل العالم يشوف بلدي ويشوف تقدمنا وتحضرنا وإن إحنا عندنا أماكن جميلة وعندنا مهرجان محترم زي مهرجان الجونة. بس عندي سؤال محيرني شوية، يعني أنا شفت في المهرجان نجوم كتير مهمين طبعا جدا، لكن شفت كمان بنات، بالأخص مش ولاد، بنات أو ستات يمكن ما شفت لهمش أعمال درامية ولا أعمال سينمائية خالص، أو يمكن تاريخهم كله عبارة عن مسلسل أو فيلم، وده ما يعيبهمش، هم لسه في بدايه الطريق وربنا يا رب ان شاء الله هيكرمهم ويبقوا نجوم ونجمات كبار، لكن حقيقه الامر ان هم تاريخهم الفني لغايه اللحظه دي لا يتعدى المسلسل واحد. تمام، موجودين على الريد كاربت، منورين الريد كاربت بالفساتين وبالشكل وبالجمال وبالشياكه، وما شفتش فنانين مهمين جدا زي مثلا الفنان النجم ياسر جلال. ياسر جلال مش انا هتكلم عن تاريخه، ياسر جلال تاريخ طويل من الفن، تاريخ طويل من الكفاح والاصرار انه يلاقي نفسه وياخد مكانه وانه يحقق روحه. فنان عظيم زي ياسر جلال، فنان كبير زي ياسر جلال، فنان من الدرجه الاولى، بيك ستار، سوبر ستار، ما يتعزمش ازاي في مهرجان زي مهرجان الجونه؟ مش عارفه، انا وقفت عند الحته دي لان انا شفت الفيديو بتاعه شخصيا انا، وشفت ان هو ما اتعزمش في المهرجان، وشفت ان هو قال انا ما اتعزمتش في المهرجان مع اني بكن كل الاحترام والتقدير لمهرجان زي مهرجان الجونه. ازاي ياسر جلال ما يتعزمش في مهرجان الجونه؟ ازاي واحد زي ياسر جلال، وفي ناس كتير على فكره مش بس ياسر جلال، بس انا الفيديو شو بتاع ياسر جلال هو الفيديو اللي انا شفته. ازاي 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 مع كل احترام لكل الناس اللي كانوا موجودين في المهرجان، ازاي مع كل البنات والشابات والممثلات الرائعات الجميلات اللي كانوا موجودين في المهرجان اللي تاريخهم لا يتعدى العمل الواحد، ازاي دول يبقوا موجودين ومعزومين في المهرجان ويبقوا ماشيين على الريد كاربت بتاعت الحضور بتاعت الافتتاح والختام، ويبقى فنان كبير زي ياسر جلال وامثاله اعتقد كتير ما يتعزموش في مهرجان زي مهرجان الجونة؟ السؤال ده بس طرح نفسه عليا وحبيت اطرحه على القائمين على المهرجان. يا ريت يا جماعه ما تخفلوش نجوم كبار مهمين زي ياسر جلال، لانه ده نجم ناهيكوا عن انه هو بقاله 3-4 سنين مكسر الدنيا في الدراما في رمضان واثبت قوته واثبت نجاحه واثبت كفاءته، لكن له تاريخ طويل اشتغل مع نجوم كتير قوي يا جماعه سينما زمان، كان بيعمل افلام باسمه وبطولته. يعني يا ريت نرجع نفسنا بس في الحته دي عشان المهرجان يكبر اكتر وياخد مساحته اللي يستحقها وياخد كمان الاحترام من الجمهور اللي يستحقها.